لقيت حاجة؟ فين؟ ايه المكان الغريب ده؟ لا هو كل الناس اللي في الصيف بتيجي المكان ده؟ بس حاجة تطلع لك من الغاب ده. لا هنا ممكن تلاقي تعابين، تلاقي حاجة بيقول عليها النمس ولا معرفش ايه، بس هي بتطلع من الغابة. امسكيها، هتلاقي على الشجر غيرها.
وصل لها. عرفت وصل الشجرة وصل لها. خلي بالك وانت داخل الشجرة. لقيت حاجة؟ لقيت حاجة؟ ده ايه ده، زينة ولا ايه؟ زينة. طب هاتي فرع منها. ده اسمها ايه دي؟ متعرفيش؟ لا مش لطس. طيب يلا بينا عشان تأخرنا كده. خلي بالك بس الطريق اللي انت ماشي فيه ده الطريق صعب. سيبك من الشوك وسيبك من ده كله، ده مكان ممكن تلاقي فيه تعابين، تلاقي فيه حاجات غريبة. المشكلة لو كان فيها تعبان، يعني المنطقة كلها هنا تعبين. لو لقيت فيها حاجة طلعيها. فين؟ وانت لقيت حاجة؟ خلاص بقى اطلع، بما احسن حاجه تطلع لك من تحت الشجر.